اهلا ومرحبا بكم على قناه كوكوت مينوت. في هذا رمضان كثرنا من المعسلات، اما لا يلا روحوا نبدلوا مع بعضنا ونحضروا كيكه مشربه وبارده باسهل طريقه. اول حاجه نحضروا الكيكه اللي نحتاجوا فيها 3 حبات بيض، نضيفوا عليهم قرصه ملح، نزيدوا عليهم كاس غير ربع سكر ولافاني. انا هنا خدمت بلاباتا غوم فاني من فريك ريحتها تهبل والذوق تاعها ما عندي ما نحكي لكم عليه. كي تحطوها ماكمش رايحين تحسوا بريحه البيض كامل، والذوق تاع الكيكه تاعكم راح يجي بنين بزاف. كي نزيد لافاني رايحه نخفق الخليط تاعي جيدا حتى يتكثف القوام تاعو. بعد ما تحصلت على القوام المطلوب راح نزيد كاس غير ربع زيت وكاس غير ربع حليب، نزيد نخفقهم شويه من بعد نضيف المواد الجافه اللي عندي. بالنسبه للمواد الجافه رايحه نضيف 2 كيسان غير ربع فرينه وكيس ونصف خميره كيميائيه، نفوتهم في الصفايه من بعد نخلط كامل المكونات مع بعض جيدا ونروح نصبهم في مول بعد ما دهنته بالزبده ورشيت عليه الفرينه. من بعد ندخلهم يطيبوا على درجه 180. انا هنا رايحه نطيب في المول ماجيك باش هكذا نقدر ندير لا ديكوراسيون تاعي. وهنا بعد ما طابت الكيكه تاعي رايحه نغطي عليها بمنديل ونخليها حتى تتندى شويه وتبرد، من بعد نديمو ليها ونشربها بالشربات مليح. بعد ما شربت الكيكه تاعي رايحه نضيف عليها قطع من الفراوله بعد ما حطيت عليهم شويه سكر وشويه عصير ليمون وخليتهم حتى ندمجوا مع بعض. من بعد نزيد فوقهم ديكوراجيل بذوق الفراوله، نسويه مليح ونزينها. انا هنا كنت زينتها بليفخاز وورقات تاع نعناع. هنا بعد ما زينتها رايحه ندهن لها الحواف بالناباج باش الكيكه تاعنا يجي الشكل تاعها جميل، وما نساوش ليفخاز باش يحافظوا على الشكل تاعهم ويبقاو لاطول مده. وهنا بعد ما وجدت الكيكه تاعي كما العاده رايحه نقسم لكم قطعه باش تشوفوا النتيجه النهائيه والقوام تاعها. هذه الكيكه تجي من اروع ما يكون، بسيطه مقاديرها قليله، والاهم انه تجي خفيفه ومشربه وبنينه بزاف. ننصحكم تجربوها للسهرات الرمضانيه تستمتعوا بها وتفرحوا بها عائلتكم. كانت هذه وصفتنا تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. استنوني في الوصفه الجايه. مع السلامه وصحه فطوركم.